أقام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ملتقى التفوق الجامعي تحت شعار طموحك تميز، حيث ضم الطلبة الحائزين على شهادة الباسة للتفوق في الجامعات السورية من كافة الاختصاصات. استمر الملتقى لمدة 3 أيام، كانت بدايته يوم الخميس، حيث تم التعريف على الفعاليات التي ستقام. تكريم الطلاب المتفوقين الحاملين شهادات الباسل في كافة الجامعات السورية بكافة الاختصاصات، فالنجاح مهم جدا بحياة الإنسان، وأجمل لحظات السعادة التي يمر بها الإنسان هو لحظة التخرج والتفوق والنجاح. كل متميز شارك على مدار 3 أيام بجلسات الحوار اللي صارت بملتقى التفوق اللي هو طموحك تميز. حقيقة هو كل واحد فيهم كان قصة نجاح بتحكي عن نفسه وعن حاله، قصة نجاح ورسالة لكل حدا ولكل طالب في سوريا، أنه رغم كل الظروف اللي عاشتها البلد من حرب اقتصادية، من حرب سياسية ومن إرهاب، عنا حالة اليوم كانت متعرضة للإرهاب، ومع ذلك استمرت بتحصيلها العلمي ومسيرتها العلمية لتوصل لأعلى درجات التفوق اللي هو التميز وحصولها على جائزة الباسل خلال حياتها الدراسية. فهنن قصص نجاح اليوم، نحن بنتمنى أنه هاي القصص النجاح يستثمر فيها، وهي رسالة الملتقى، ويتم الاستثمار فيها مو فقط في على مستوى التعليم، لا، الاستثمار فيها بأفكار ومشاريع ابتكارية بحثية. كما ضم جلسات حوارية للتعرف على الصعوبات التي تواجه الطلبة لمساعدتهم في تخطيها. الملتقى بيضم الطلاب المشاركين بالملتقى، هن زملائنا المتميزين بالتفوق. لما نقول متميزين، هن حاصلين على جائزة الباسل للتفوق في كافة سنوات الدراسة. طبعا هن تميزوا في ظل ظروف كتير صعبة، هي ظروف الحرب على سوريا وظروف الحصار المفروض على سوريا. فكان فكرة الاتحاد والطلب السوري نكرم الطلاب المتميزين من خلال هذا الملتقى. طبعا نحن بنسلط الضوء على هاي النماذج الاستثنائية لتكون هي حافز لباقي زملائنا الطلاب للبذل والعطاء والاجتهاد. اختتم الملتقى بتكريم المتفوقين وشكرهم على تميزهم رغم الظروف التي تمر بها البلاد. هذا التكريم هلا مبادرة حلوة من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، أنه كرمتنا نحن الطلاب الأوائل متفوقين طيلة سنواتنا الدراسية. هذا الشيء بيشجعنا أنه نحن نكمل باستمرار التفوق، وبيشجع الطلاب اللي بعدنا أنه يتفوقوا أكثر. هذا الملتقى بالحقيقة اللي أقامه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا هو مثابة تحفيز لنا على الاستمرار في تحقيق التفوق والتميز، وهو أتاح لنا المجال للحوار مع أصحاب القرار من أجل وضع خطط مستقبلية من أجل التعليم العالي. احنا هون جمعنا صراحة كتكريم لنا بصفتنا نحن أنه الأوائل على القطر والجامعات بشكل خاص، فكان هيك انه خطوة حلوة انه نتعرف على بعض، بنشوف كل واحد شو عنده افكار انه ممكن انه تكون يعني انه مميزة بشكل خاص. يعني هذا الملتقى كان الاول خلال هذه السنوات لتحفيز طلبة سوريا على رفع راية العلم والسير بها قدما نحو الامام.